حول هذا الموضوع ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الرياض الأستاذ محمد الدخيني، المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم. بداية أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. من هم المستهدفون من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي؟ أهلا بك وبالإخوة المشاهدين جميعا. هذا البرنامج هو أحد البرامج النوعية التي تقدمها وزارة التعليم في هذا العام. المستهدفون به بلا شك هم المعلمين والمعلمات على حد سواء، ومنذ إعلان إطلاق البرنامج في شهر رمضان الماضي عندما أعلن معالي وزير التعليم عن تدشينه وإطلاق بوابته كان الإقبال كبير جدا، وجميع المقاعد التي تم تحديدها في هذا البرنامج لهذا الشهر تم استغراقها بعدد 118 ألف معلم ومعلمة. عدد البرامج وصل حتى الآن إلى 4624 برنامج تدريبي. هذه البرامج موجودة في 46 إدارة تعليم، موجودة في 92 مركز تطوير مهني وتعليمي، فضلا عن الجامعات التي تشارك في هذا البرنامج من خلال احتضانها لمجموعة من البرامج التدريبية. الإقبال كبير جدا الحقيقة، والتدشينه يوم أمس كان رائع في كل إدارات التعليم، كان أشبه بالتظاهرة التي شارك فيها المعلمين والمعلمات الراغبين في الاستفادة من هذه الإجازة الصيفية. وكما ذكرت لك سيستمر حتى شهر. من الأمور الإضافية على هذا البرنامج التدريبي وجود أكثر من 9817 متدرب ومتدربة من المعلمين والمعلمات الجدد الذين سيدخلون سلك التعليم بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. نعم أستاذ محمد، أنت ذكرت أن هناك عديد من البرامج، لو نتحدث عن أهم المجالات التي تشملها تلك البرامج. البرامج تقصد البرامج التدريبية؟ نعم. البرامج ذكرت لك أنها حوالي 4624 برنامج. هذه البرامج متنوعة في طرائق التدريس، في إعداد الدروس، في إدارة الصف، في أكثر من مجال، كلها مرتبطة بالعملية التعليمية لتطوير إمكانات المعلمين وقدراتهم للتعامل الأمثل مع الطلاب داخل المدارس وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم والإفادة منها. اللافت أيضا أنها لم تتوقف فقط عند المعلم المتدرب في هذا البرنامج، بل سيكون المعلم المتدرب في هذا البرنامج مساهم أيضا مع بداية العام الدراسي في نقل هذه الخبرة لزملائه المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ لظروفهم الخاصة للمشاركة في هذا البرنامج. هو أشبه بالتظاهرة التي من خلالها يتم تناقل الخبرة والإفادة بين المعلمين المتدربين وبين مدربيهم. وبالمناسبة المدربون أيضا هم من منسوبي التعليم وهم من الممارسين وذوي الخبرة والذين حصلوا على دورات تدريبية في مجالات عملهم، وبالتالي هم ينقلون الخبرة لزملائهم وزملائهم بالتالي سينقلونها إلى غيرهم بإذن الله تعالى. نعم محمد الدخيل، المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم، شكرا لك.